ذهبت إلى المسجد فوجدت صلاة الجماعة قد انتهوا من صلاتهم، ووجدت إنسانا يصلي بمفرده، هل يجوز أن أقف وأصلي بجانبه على أساس هذا الفرد الآخر هو الإمام وأنا المأموم؟ أفيدونا بارك الله فيكم. نعم، يجوز على الصحيح من قولي العلماء إذا أدركت إنسانا يصلي منفردا وقد فاتتك الصلاة فإنه لا بأس أن تدخل معه وتصليان جماعة، لأن صلاة الجماعة واجبة مهما أمكن، فقد أمكن ذلك بوجود هذا الذي يصلي، فإنك حينئذ تصلي معه. الله تعالى أعلم. بارك الله فيكم. هذه رسالة من والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قام يصلي من الليل، فجاء ابن عباس رضي الله عنه ودخل معه في الصلاة، وقام عن يساره فأداره النبي صلى الله عليه وسلم عن يمينه. فهذا ابن عباس دخل مع النبي صلى الله عليه وسلم في أثناء الصلاة، قد بدأ النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة منفردا، من ضم إليه ابن عباس في أثنائها فأقره على ذلك، وما جاز في النافلة جاز في الفريضة إلا بدليل على التفريق والخصوص، والله أعلم. شكر الله لكم.